وفي الحقيقة الحكومة لحد الآن قايمة باللي عليها، وكنتمنوا من الشعب المغربي يعطيهم شوية الوقت، لأن المدة اللي خذوا فيها الحكومة لحد الآن مازال ما كافياش، يصبروا شوية عليهم والنتائج تكون ألون تيرم إن شاء الله. أنت باغي بن كيران يكون في ولاية؟ إن شاء الله، إحنا مع بن كيران. هذا سؤال سياسي وانتخابي ما يمكنش نصرح به، لأنه هذه بحال يعني ستون بروباغاند في لي زيليكسيون، دونك جو بو ريان دير جوسكو مومون فولي. باغي يبقى بن كيران ضروري، حيت دار بعدا شي حاجة، الأولين اللي كانوا ما داروا حتى شي حاجة. سي بن كيران رجل عظيم، مثال مزيان، الله يعمرها دار، مني في العهد ديالو تبارك الله المغرب غادي مقدم مزيان. انا بعدا كيعجبني، والعام الجاي نصوت عليه ان شاء الله بحول الله. واحد شويه ديال الضحك خصو يحيدوا منه، داك ديال في البرلمان التماسيح والتماثيل والضفادع وداك الشيء خصهم يحيدوا منه. بالنسبه لي انا انسان مزيان الله يعمرها دار، في عهد ديالو تبارك الله وسطعن بالمغرب غادي مزيان. لا ما نعطيش صوتي لبالكيران، لانه ما شفنا حتى شي تغيير، ما لاحظنا حتى شي حاجه، الشوماج بالبال هو الفقر هو كل شيء هو